مشاهدينا، حول هذه الحادثة ينضم إلينا نقيب المعلمين في محافظة البصرة سيد أسعد الزرقاني. أهلا بك سيد أسعد. في البداية كل عام وأنتم بخير ونجاح وعطاء، لكن ضعنا في تفاصيل هذه الحادثة، كيف اندلعت، كيف حدثت، ما الخطوات المقبلة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم وأهلا بمشاهدين ومستمعين قناتكم الكريمة. بداية نصحح الاسم، علاء الزرقاني وليس أسعد الزرقاني. أهلا بك. الله يحفظك. الله يحفظكم ويعزكم، وكل عام والأسرة التربوية والتعليمية بألف ألف خير. أكيد الحادثة كانت يوم أمس وهي أمام محافظة البصرة، طالبت مجموعة من التربويين، و هذه المجموعة طالبت بحقوق مشروعة لإنصاف المعلم والمدرس والمشرف والكادر التربوي والتعليمي بالاستحقاق قطعة الأرض، وهي التي يعني أعطت إلى جميع شرائح المجتمع، وبالتالي كان هناك ظلم كبير وعدم عدالة التوزيع في محافظة البصرة. خرجت هذه المجموعة، واليوم خرجت نقابة المعلمين فرع البصرة بمظاهرة حاشدة لتطالب بحقوق الكوادر التربوية والتعليمية وهي قطع الأراضي. حدث هناك اصطدام ومشاجرة، وأدت هذا إلى جرح أحد زملائنا هو مدير مدرسة، وطالبنا الجهات القضائية والتنفيذية في محافظة البصرة بكشف الحادث. طبعا استنكرت جميع وسائل الإعلام واستنكرت جميع الكوادر التربوية وشجبت الموضوع ووصلت إلى أعلى سلطة في الحكومة المركزية والمحلية. اليوم نشاهد يعني كرامة المعلم وهيبة المعلم مع الأسف الشديد لم تحترم ولم تقدس. يعني سيد علاء، هذا لو الموضوع سمحت، أخذ من الجهة المعتدية غير جيد على الأفراد الذين ضربوا، وما الخطوات المقبلة، وهل هناك أي تصريحات رسمية من قبل هذه الجهة؟ أكيد نعم. نعم، اليوم أكيد الجهة المخولة والجهة المسؤولة هي قيادة شرطة محافظة البصرة، مسؤوليتها الأخلاقية والشرعية والقانونية حماية المتظاهرين السلميين اليوم المعلمين والمدرسين. لم يتظاهرون في حمل السلاح أو فد قضايا تجرح يعني وتصعد من الأمر، هي مجرد مطالبات ومجرد رفع يعني شعارات تطالب بحقوق الكوادر التربوية والتعليمية. فمسؤولية قيادة الشرطة والقوة الماسكة لهذه الأرض أن تقدم الجاني للعدالة وأن تظهر الحقائق لوسائل الإعلام وأن يكون هناك إنصاف حقيقي للتحقيق الذي سيجرى من قبل قيادة شرطة البصرة ومحافظة البصرة. اليوم نتكلم يعني بصراحة عالية جدا، المعلم مع الأسف الشديد لم يحترم ولم يقدم الدعم الحكومي الكافي لحفظ كرامته وحفظ اسمه واسمه المعنوي واسمه القيادي في العملية التربوية والتعليمية ومخرجات هذه العملية التي تعطي للبلد أهمية في مخرجات، ويكون هناك له دور في صناعة القرار. جميع هذه الوعود التي أطلقتها الحكومات المتعقبة وهي وعود مع الأسف الشديد لم تطبق على أرض الواقع. كان هناك تشريع وسن قانون حماية المعلم، وهذا القانون مع الأسف الشديد أصبح لا دور له ولا فعالية بعدم تطبيق فقراته بشكل صحيح وواقعية تعطي الأثر الإيجابي على المعلم وعلى المدرس وعلى الكوادر التربوية والتعليمية في مختلف المسميات. طيب سيد علاء، أريد أن نستثمر الوقت معك، أرحب بك من جديد في النشرة الرئيسة. أسألك عن الواقع التربوي بشكل عام في العراق وبشكل خاص في محافظة البصرة. أنتم كنقابة معلمين اليوم في محافظة البصرة، كيف تقيمون الواقع التربوي بشكل عام في العراق وفي البصرة بشكل خاص؟ هذا من باب آخر، ما الذي يحتاج إليه
اليوم المعلم العراقي للوصول إلى أعلى المراتب التعليمية وتقديم الفائدة بالنهاية إلى الطالب العراقي؟ هل لديكم من مناهج تقدم، من دراسات تعطى إلى وزارة التربية للوصول إلى أعلى درجة تربوية وتعليمية يصل إليها المعلم وبالتالي يستفاد منها الطالب؟ نعم أكيد سيدي، نقابة المعلمين أعطت الحلول والمقترحات لتطوير العملية التربوية والتعليمية، وكان في زمن حكومة السيد العبادي قدمت ورقة الإصلاحات التي تطور من شأنها المستوى التعليمي والتربوي. اليوم نقابة المعلمين مسؤولة بشكل مباشر على التطوير وتأهيل المعلم علميا وثقافيا وتربويا، أن تكون هناك دورات وورش وتستطيع من خلالها أن تقدم على تطوير هذا المعلم، وأن يكون مع الحداثة الموجودة عالميا وعربيا. واليوم بالتالي نقابة المعلمين قدمت الكثير للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من قوانين، وقدمت الكثير من المقترحات التي بإمكانها أن تطبق على أرض الواقع، لكن الدعم الحكومي هو ليس بمستوى الطموح ولا يوجد هناك. نعم. وصلت الصورة السيد على الزرقاني نقيب المعلمين في محافظة البصرة وتدريكة عن ضيق الوقت التي تقدمها نقابة المعلمين. شكرا جزيلا لك.